ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الأحباب هبنا شكا تمشكر الله سبحانه وتعالى ونعم يا وسلام وكتب نعم كما هي تكواسيسني وإسلام وإسلام نعمة uislamu ni fadhila kubwa kutoka kwa allah subhanahu wa taala na uislamu ni kheri ambapo hakuna kheri nyingine um, ambao mwislamu um ataweza kuipata miongoni mwa kheri alizopewa ni mola wake kama uislamu huu ambao ndio tukusanya sisi mahali kama hapa بيلي يا كوانغاليانا كبيلا بيلي يا كوانغاليانا رانجي بيلي يا كوانغاليانا دراجا نديا مونيا يزمق سبحانه وتعالى ألي لي وكومبوشا وإسلام اسلام ومدينه الاوسن الخزرج جويا نعمة كما هي وكاتي امبابو وليبوكوى وكروبيا كرودي كبايا امبابو ولكوتوكا نانقت كسامة زوجاه ليا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا اكم بكاني نعمه يا منعزمك سبحانه وتعالى كونونيني اذ كنتم اعداء وكاتم لِبَقَوَانِينِ مادوي منعزمك سبحانه وتعالى بك ياك ليا على يوزن فاصبحتم بنعمته اخوانا مكاني نساسا نندوق نكتكي موجه فضلا نفضلى ام بايو ما فضلا سالله الله اكان بو امتوني صلى الله عليه وسلم نملاواكي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سمع أبي محمد بفضل الله وفضل سمن عزمك وبرحمته نكو رحمة ساكه. فضل الله هو الإسلام فضل سمن عزمك نقول يا قمانين ممتلتي ونيني أو إسلام كيف قواني وانكم إشكروا الله سبحانه وتعالى kwa hivyo sisi twasema huu uislam ni kheri kwetu sisi na twa lau kama si uislam tungekuwa tuko mbali na tuko katika hali ambayo ni nyingine juu ya hilo ni kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wa taala ya kwamba wewe umeenukia na kuzaliwa katika fitratu lislam baba mwislam ماما مسلم دنيا نوم بيا وسلام كنا أباء ولا كدة كوبته وسلام بعد يكبر شكو وكبوا وشافان ولا يفان كك كفره نو وسلام وشوا سماه لكني والي بكدة كدوه أبارة وسلام نفضل هذا وسلام هو كسيته يعني نعمة كما هي كوي شكوره ليه هو يحذيف ابن اليمن رضي الله عنه اما بيمتم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير وجاء بك فهل بعد هذا الخير من شر حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه اما بيمتم صلى الله عليه وسلم انا كنا في جاهليه وشر يا رسول الله سيسي لكوكتك كتك زمز وجاهلية زمن بايا وقت بايا تنوانا تنايشي، فجاءنا الله بهذا الخير من يعثم أكتلتي خيره خير النين دين الإسلام ندين يا وسلام وجاء بك ناككلتواه كجا كيفنشه خيري فهل بعد هذا الخير من شر؟ جاء بعد اخره كوجا، تساجوها لك نحالي نمنع الي فاكوها، كنا شر نجينا اباء تاكوجا، بعد اكون بساتر شكواكت كخيري، اكيري، حذيفه بن اليمان، كيف يأتي هايات و وسلام ندين يا خيري، وإسلام دين مزوري، انادي ناسبيش انا وسلام، akienda kinyume na matendo yake kinyume na uislamu uislamu hauwezi kutiwa aibu kwa kitendo cha mtu kama yule aibu itakuwa kwake yeye kwa, kwa sababu uislamu uko mbali na matendo anayoyafanya au anayoyafanya waislamu yaangaliwa yanasibiana na uislamu ndipo ananasibishwa na uislamu je matendo yako mbali na uislamu yuwaeka kwando ولا اكون عندي يا كوبا كما تابعوا اسلام، وسلام ان شاء الله. هصكت كتكا احبابي في الله. زام انباسو. فتنة سماجة. داني يومين. لكن لا ماهالي. يو يا وسلام. حاليا يا تا لكن يا وقت وات كتكو waangalia uislamu unawapa watu mielekeo ya aina gani ya kwenda ili wapate kupata saada na kufaulu na kupata ridhwanllah kama walivyopata waliopita ardhi hii hatuishi sisi peke yetu wala si wa kwanza walikuja waliopita wakadiriki zama za ujahilia lakini walipokuja wakashikamana na uislam وكا وكبت عزي وكوانيوات بورا نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه لغير الاسلام اذلنا الله نحن قوم سي نوات اعزنا الله بالاسلام الله اليتقى عزك واجليا وسلام نحن قوم بك قولي الامام مالك كتك سلفنا الصالح ا كي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح آخر هذه الأمة أمه وميس هوتا ويزا كفاول أمه مبكا وفوة جيز لزوفانا وكفاول ولأبا ولأبتا كنناني صحابة رسول الله ما صحابة وامتون صلى الله عليه وسلم أيده الله بنصرهم أيدهم الله بنصره الله علي نصرة، علي نصرة ياك أكوا بوشين كتكمان ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة حقيقة الله أسمى تلي ونصرني ما الصحابة سك يا بدري وأنتم أذلة وكاتم لكوان وتاتي لكن سباب يا مسمام ولكوانايو الله أكلت نصره نتوما اين وميكون امام بامولاواكي اللهم ان تهلك العصابه اليوم لن تعبد في الارض. اري مولكي كوسيهي كي كي انغاميزو وتابو دي وانانان كتكار نتوما ولا توكا مدينه لكن الله واسم شماميا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه اهدى وامر هاكون لتكلوا فوليس امه نكبة سعادة نعز إلا باتباع ما جاء في ما جاء في الكتاب واتباع ما جاء في السنة بس عزيت تتاكة ستاكة واتوارود كتكنيني كتك كفواتا بيلي أحبابي في الله خطبة يا مشو اما ليس بمزا إلي حقيقة الاتباع لنبينا المطاع حقيقة الاتباع وكالي وكم امتون صلى الله عليه وسلم نتوك أهمية وثمار الاتباع ومهم نمتون أنبا ويتك يبتكان وات وتكبك نيوكالي كتك كنفوات صلى الله عليه وسلم لا تعند كتك صهام نجينين الآثار السيئة لترك الاتباع الآثار السيئة أثار بايا زيتك زوابة أم نوات لترك الاتباع كواجيل يكفو... يكوات كم فو صلى الله عليه وسلم ني أثار جاني زيتك أمه أبوني أمة الإجابة أو أمة الدعوة وتكبك ني نيواني كواتا كفوات آثر نمفونيش يمتن صلى الله عليه وسلم وسم أهل العلم والفهم أن المخالفة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سببا لهلاك صاحبها أو فتنة في الدنيا والآخرة عياذا بالله وسم أهل العلم والفهم حكيكا كم خالف او كخالف امر زمتوني صلى الله عليه وسلم وين ذاك وين يا يا كوانغاميا وين كفانهيفيو وين ذاك وين السباب يا كوانغاميا وين كفانهيو او فتنه او كوكتك فتنه في الدنيا والاخره كتك دنيا اخره اثر يا كوانزا ميانغوني مو اثرين زيتك زتبات بين دي سيسي وإسلام تتكبؤاتكم فواتمتومي صلى الله عليه وسلم أن ترك الاتباع قد يزيغ القلب ويحرفه عن الهدى أن ترك الاتباع يقوم بك لقواتكم قد يزيغ القلب هو أندأك سببيشة كوهاري هو أندأك بلكيامويا ومسلام نَكُمُ نكم يكامبالي نكم باتيزا كتو كمان الله سبحانه وتعالى وسبب قال وسبب يترك الاتباع يَكُوَاتَكُمْ فواتا انتم صلى الله عليه وسلم الله تُمِيَكَتْكَ يكتك الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاغوا ولبوينداليا na uovu wao walipoendelea na uovu wao na uchafu wao azagha llah qulubahum mwenye isi mgu ye, na yeye akazipotosha nyeo zao wanadamu walipoendelea wakawahawasikii wakenda kinyume na amri zake yeye allah na mitume yake azagha llahu kulubahum na yeye akawalipa malipo yale ulefanya. akazipotoa nyeo zao نوزاو والله لا يهدي القوم الفاسقين نَعَلَّ سبانا وتعالى هَوَ غوزي ولوات اماني مفاسق كيف ترك الاتباع كواتكم فوتمتم يعني سبب لزيغ القلب ني سباب يماوى ومنادام كبوتوكا الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه كما أبو بكر الإمام البخاري مسلم أسمى سيدنا أبو بكر أي تستيزا نقوى نشاكوك نمنا ألف ويكامبال كن فو تمتوم صلى الله عليه وسلم أسمى سيدنا أبو بكر لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ منين ونان؟ يا أبو بكر الصديق سكيزا هوني أبو بكر الصديق أسمى هايا ميمي نواوي نمانجيني وكويدا تسمى أسم أسمى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا سكوا ميمي ni mwenye kuwata kitu chochote ambacho mtume sallallahu alaihi wasalam alichokuwa akikifanya isipokuwa mimi lazima nikifanye kwangu mimi siwezi kuata jambo lolote ambalo mtume alilokuwa akifanya isipokuwa na mimi nalifanya siwezi kuliata kwa nini fainni akhsha mimi nachelea naogopea intaraktu shaian nitakapoata kitu chochote أما تمتومي أليتكم أكفان يا أن أزيد كوبتها هاي نيمانيينو أبايو أيسممتومي أيسم سيدنا أبو بكر فما بالم من وبي من غاب أبا يمتومي صلى الله عليه وسلم صنن غاب يمتومي من غاب تناو إليكزوا تكابوا هكذا كان هدي الرسول توفانيا الله سبحانه وتعالى اتكم بشاياك كتك صوره النساء اسيما واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك سدودا الله سيما كتك صوره النساء واذا قيل لهم نابيني ونابوان بواواو تعالوا نجوني الى ما انزل الله

aambiwa nani aambiwa mtume aya hii waambiwa ambi, nani aambiwa awasomee ummati wake na mimi na wewe twaingia suala so, jiulize wewe unapoitwa katika kuambiwa maneno ya mwenyezi Mungu. unapolinganiwa katika sunna vipi ijabi yako wakubali na kufungua kifua chako au wakundausa kukata, na kukataa na kukimbia allah asema raaita almunafiqin utawaona wanafik يصدون عنك سدودا ونقوي مالنا إلتزام حلياكو دي وليه بل الإنسان علي نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا وكفى بالمرء نبلا أن يعد معايبه يا غالية الإتزام أوككت كحلقانه أنبهت او إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أوككت كحاليجاني. من من نهاية يمت وتعليق نموجة كعلماء الصالح الشيخ محمد خليل هراس علي بقوي وشرهيشة كتاب تاكي شرح يا قصيدة النونية أكسيم يا قوانبا ولقد أصيب هؤلاء الحمقى المتهوكون بعمى في قلوبهم وفساد في قلوبهم جزاء إعراضهم Amma bi, bihi asema mwanachuani huyu hakika watu hawa wapumbavu walifikwa na msibaa wa mkubwa wa kupata upofu katika nyeo zao na kuharibika akili zao ni malipo haya yaliwapata kwa sababu ya wao iradhuhum kule kuwapa mgongo kwao mafundisho ya allah subhanahu wa taala hili ndilo jambo la kwanza يا بيلي ترك الاتباع قد يؤدي الى الشرك والكفر ميونغوني مؤاثار السيئه للاتباع اثر بايا لترك الاتباع يا كواتكم صلى الله عليه وسلم نيكوانبا ترك الاتباع كل كواتكم فوتمتم كي حقيقه قد يؤدي الى الشرك والكفر هو انك يا مناد الاسلام ا كينجيكت او اكينجيكت كالكفر كسبب غن كسباب يقوات كنفوات امتومي صلى الله عليه وسلم الله سمكت كسوره ال عمران قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله سمكت كقران قل سمى يا محمد اطيعوا الله والرسول مطيني من اعزمكم امتومي واكل فان تولوا متكاكا يوكا نكوكاكا كواتا كنت الله نمت نواكي بس مونعي سمكو اطا فان الله لا يحب الكافرين مُنَعِ سمكو سبحانه وتعالى هوا باند ما كافيري هوا باند ونكوكفورو نكوكا نوشا كتugاني ما جاء عن الله كنتو الله وما جاء عن رسوله نقيم بمسلم اصياني اقوى من سهالي هيني دنيا الله سبحانه وتعالى اسامه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتك مجموع الفتاوى سكينيزا أم امبيني مهيم انا وياسيني وشنقمهو انا يجوى لغاكي يا رابو ايا سكيزا بزوري نعصى جوى لغاكي يا رابو تتكاطا يالازنك فصيري اياك كتكاك الياك اسم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه من عرف الحق من عرف الحق لا يجوز له تقليد أحدا في خلافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسامة كتك مجموع الفتاوى يو يوتا يولي أمباي أتا كيف فهمه فلاني يا قوام بفلاني أمي كوسا أنا قوان داكي نيومنا على قدنا يمتومي كيش أكام فواتا pamoja na kwamba akaacha na kwenda kando na kauli ya mtume huyu naye atakuwa na sehemu katika shirki hii ambayo allah anaitaja khasa endapo atakapokuwa mtu kama yule amefuata matamanio yake na akainusuru batil kwa ulimi wake na kwa mkono wake pamoja na kujua ya kwamba yeye yuwa mkhalifu mtume sallallahu alayhi wasalam shekh asema fa shirkun هين شرك يستحق صاحبه العقوبة يستحق من عذاب يا الله سبحانه وتعالى ندي وكسيما وميافقيانا فقيان ونزون يقوم بيوت أتكي إجو حق لا يجوز له تقليد أحدا في خلافه هيفيكم فيكم ويجزمت مسلم أنا بيجو حقي كموجب وكتاب نسن على فهم الصلاة لا على فهم السلف لا يجوز تقليد هاي فاي ويجا هاي فاي هاي اندو يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الاتباع كل قواتش كن فو قد يؤدي إلى الشرك هو إيكا يا ويوي وكا جيكت كتك شرك نواء وظنية قمن فواسي نن المؤمن كن بأسا جيكت كتك وقد يؤدي الى الكفر كل قواتكم فوتمتم هو انك كفلك كفر لو من نهاية تطوى تكوين لقصان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اما يكوازن كويليزا لكن هابو التزامه واسلام حالزا وزاساسا نما نانو يا شيخ الاسلام ابن تيميه لو لكن يا اكفوات والسبب على سمن جما ياكل وسبب ما من وياكل يا قوافي يا عبد الله بن مسعود اصيما قد كافياك عليك يا ابن الجوزي قد كصفه الصفوه من جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فَرَدُدْ عليه وان كان حبيبا قريبا والله ثم والله العز والنصر في اتباع الكتاب والسنه على فهم سلف. كبسه توتك عز نشرف هو طريز نمنا اوتاكا كوا ووي دي لكن مادام هو طاكوكتكا منهاج النبوه هو طاكوكتكا منهج سليم هو طاكوكتكا عقيده صحيحه هو مالي ووي هو طاكو رودي لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبعد إن عد يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم بالمناسبه رجب ينقيا ناني ميسي أم امباك اسكتات ناني كَتْكَ اشهر الحرم نكت كميسي ميسي من تكاتيفو ميسي من مني. ذو القاعده ذو الحجة محرم نرجب كيف ولله مهم قوم إسلام الله قوم بيا ناتوا بيا فلا تظلموا فيهن أنفسكم مسين مكذي ظلوم نفس زين كزتيا كما معصيا نكو فنيالي أمبا الله على قوة حياتاك أمبا يوها كوامرشة. ولم تمواك دانيا ميزي كمهين كاي فاتو دويا كمباتو وانا اشهر الحرم نمزيو راجاب واتو واتا حضاري نكوديا كامبالي نمزييا نو عدي كروميشا سبحانه وتعالى نهي من فوكو انا سالفو صالح نالالاط امبالو مسلم وطاو نالافان وناواتو ووي اسلياكو نواتو ايتاكيدي كوما نديني وسي papيا كوليفانيا كوانزا كابيسا شنبوزا لوليزا لما تبوتو كت كوران لما تبوتو كت كاسنة لما تبوتو كما صحابة مسلم ومسلم ناليبو انا بوتاكا نيو انداقو اتاكا اتاكا كفانا جامبو لوتا لاكي لايبدا سيكو مبايجا نسامهي في كوسابابو رجب إكيفيكا واتوانا ادا يا كمباوان ساكو فنجا يما كوكو رجب صوم هي يوماتتنا الخميس، كوكوما وفونغا يوماتتنا الخميس، كوكوما رجبوا يشنجيا أو نصوم يا رجبوا ما أنزل الله بها من سلطان، نبدع هاي ثبوتو الخامس نيوماتتو نمو كم لكن أكتيا اعتقاد يا الخامس الخامس نمو نمزور رجب أكينجيا نتأنزك وفنجا، فقد ابتدعت في الدين ويوتاكو وامزوك كدين. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جامبو جنكينه العمره في شهر رجب كنا واش ويتاقيت يا كوبا عمره دانيا موس وراجب ان فضله لم يصح شيئا. هاي كو سي الى لات يا كوبا كنا فضله سعمره كتكمز وراجب فضله سعمره دائيكو كاتيكا مو كمزيما نانيا موس ورامضان. جامبو جنكينه نتراجع كما كاتيكا وات واتوا شانزا كتوبيانا احاديث ضعيفه نموضوع جو رجب من يكون سكويا يا رجب موجا اتباتا كذا اه دوعه الي اللهم استو رجب وبلغنا رمضان نبلا اه امزوات ولتوا اللهم اه بلغنا رمضان سجونا رجب زاتوما مكتك وصب. دعاء هي هي كثبت أو حديث إن في الجنة نهر يقال له رجب دانيا دانيا كتك بيب كنا أمت أيت ورجب ما جياك سدوكي وتينكي وين يكفونك سك ورجب هكونا هات حديث موجة أمبو إليو ثبوتنا صحيح إليو إليزكو سفضل زرجب أحادث زدت الحافظ ابن حجر

kwa hivyo ikiwa mwenye Mungu hakuamrisha na mtume hakuamrisha babako babu yako shekhe lako mwalimu wako watana naye wefuate la allah na la mtume angalia uongofu wa, wa masahaba hii ndiyo haji na huu ndio uongofu ahbabi fillah tulizingatieni hili na tufikisha ujumbe huu kwa kila mwislamu ambaye alona manake ajui jambo kama hili au akikutumia message alafu akikwambia kwamba ipeleke kwa watu kumi utapata thawabu au kuna message nyingine intumwa ya kwamba rajabi yaja ramadhani yaja ni mema mtume asema mwenye siju kupeleka ujumbe watu wazua kila leo watu wazua katika dini jamaa dini hii imeshahifadhiwa نمتم ياسماء اليوم اكملت لكم دينكم مبانا ماتاكو يبان ديني هيتكي كوبامبوا نانا كابان بن يمباياكو نستينغ رمضان كيفيك نعيدي الامام مالك اسماء من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله يا قوم يا رت أت كيداي نان يا وسلام كنا بده عنزوري يا علتها بس أت نكمل علوداي يا قوم بنتوم عل فني خيانة بنتوم عل بلغشا بنا لا ومنا كني إنما نمتومي لي عن لواتا أم فني والعياذ بالله تما لي زخوت بإن شاء الله نا تطين دلية نسهم يبيل يا خطبه هي الآثار السيئة للاتباع آثار ambazo zitakazopatikana kwa muislamu na kwa mshtama كاجليكم فوتمتومه صلى الله عليه وسلم قوتكم فوتمتومه اللهم اتف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم